نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بمنطقة الكيلو 17 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية. وقد شملت القافلة عيادات متنقلة في 11 تخصصا طبيا إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم وأدوية بالمجان. كما تضمنت أيضا القافلة ندوات تثقيفية صحية للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا. احنا النهاردة بنخدم أهالينا في قرية السلام كيلو 17 القنطرة غرب. النهاردة العدد والإقبال من الأهالي كبير جدا غير ما كنا متوقعين. معايا تخصصات كثيرة من بطنة وأطفال وجلدية وتنظيم أسرة ونساء أنف وأذن وجراحة. بعض التخصصات اللي مش موجودة بعمل لها إحالة على المراكز والوحدات التأمين الصحي الشامل. احنا دلوقتي بين أهلنا وبين ناسنا، أنا كنت عايز الكل يجي يشوف الفرحة اللي ما بين أهالينا وبين ناسنا النهاردة، زي ما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى إن احنا هنخش كل قرية وكل عزبة وكل شارع في الكرة الريف المصري